طبيعة المجتمع وطبيعة الحياة وحرارة الجو وطبيعة النساء الجسدية والتكوين الخلقي ونحوه، فالبنت تبلغ وهي صغيرة، فإذا بلغت خطبت. ولذلك كانت البنت تخطب عمرها 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات تخطب وتتزوج. ولا يزال إلى اليوم بعض الفتيات يبلغن وهي عمرها 9 سنوات 10 سنوات وتبلغ البنت، وهذا موجود اليوم. ولذلك إذا كان جسم الفتاة وعقلها وطريقة تعاملها تتحمل الزواج لا بأس. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام خطب عائشة، خطبها يا جماعة وعمرها 7 سنوات، خطبها يعني حجزها، ما دخل بها بس خطبها خطوبة، لكن ما دخل بها إلا عمرها 9 أو 10، فخطبها. فلما خطبها قال أبو بكر والله إني لراغب، النبي صلى الله عليه وسلم ما خطبها مباشرة، أرسل يعني رسولا بينهما يخطبها من أبي بكر، فقال أبو بكر والله إني راغب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن البنت مخطوبة. تخيلوا عمرها 7 سنوات وفي واحد خاطبها قبل لا يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو بكر يستأذن من اللي خاطبها، يقول لي يعني في واحد قدم لنا نستأذنك إن احنا نفسخ خطوبتك يعني. فلما أقبل أبو بكر إليه وإذا ذاك الشاب اللي خطبها هو وأبوه سكرانين وينشدون شعرا في سب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر ما دام إن هذا شعرك وهذا فعلك والله لا أزوجك ابنتي، وفسخ الخطوبة وذهب وأتم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. ولو كانت زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة لو كان في عصرهم يعتبر خطأ لكان الكفار وهم يتربصون ويتصيدون على النبي صلى الله عليه وسلم أدنى خطأ حتى يسبوه بسببه لكانوا سبوه بسبب هذا. وإلا لو تنظرين في البيوت في ذلك الزمان تدخلين مثلا فجأة بيت أبي جهل تجدين عنده زوجتين، واحدة يمكن عمرها 10 سنوات زوجته، خلاص زوجته عادي، أمية بن خلف يمكن زوجته عمرها 9 سنين، أبو لهب ممكن عنده زوجة عمرها 8 سنوات 9 سنوات، كذا أصلا كانت حياتهم، أعمار الزوجات عندهم بهذه السن أصلا. ليش؟ لأن البنت أصلا من هي صغيرة وهي 6 بيت،